حسان الحاكم وكالة الملك للدائرة القضائية، وذلك من أجل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتدبير الاعتقال الاحتياطي، والتي تتمثل تفعيل مسطرة الإفراج التلقائية في معرض ميفات، تفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 152 من قانون المسطرة الجنائية، استحضار بدائل استثنائية الاعتقال الاحتياطي، عدم تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي إلا عند الضرورة القصوى، تجنب الإجراءات غير المنتجة في ملفات التحقيق، تفعيل الإنابات القضائية بين المحاكم كلما تعلق الأمر بالشهود أو القضايا المتواجدين أو المواطنين المتواجدين خارج دائرة نفوذ المحكمة، كما تمحن حتى قضاة التحقيق على تجهيز الملفات في أسرع وقت ممكن مع مراعاة الضمانات القانونية المنصوص عليها تشريعيا والمقرر بفائدة المصابين الاحتياطيين. وضرورة حرص المسؤولين القضائيين من رؤساء المحاكم وكلاء ملك الدائرة على الإسراع في توجيه الملفات الصادرة في قضايا التلبس، وذلك بحق السادة القضاة المعنيين على تحرير الأحكام داخل أجل 10 أيام من صدور الحكم، وحق النيابة العامة على تقديم ملتمساتها، بالإضافة إلى حد كتاب الضبط على تجهيز الملفات عن طريق شرطها وتوجيهها إلى هذه المحكمة في أقرب الأجل. وقد أصبحت الإجراءات المعتمدة في تدبير الاعتقال الاحتياطي إلى تحقيق نتائج إيجابية والحمد لله، وذلك موضع حوش الدول الذي يعرض أمامه. بالنسبة لمجموعة المعتقلين الاحتياطي، بالنسبة لمحكمة الاستئناف فالعدد هو 1352، يعني نسبة الاعتقال الاحتياطي وهي 30%، بالنسبة للمحاكم الابتدائية طنجة قصيرة وعلاج شخص كبير هي 43%، والمجموع 48%. وقد أثمرت مجهودات المدلة على صعيد المحكمة تحقيق نتيجة إيجابية تجلت في تسوية وترشيد قضايا المعتقلين الاحتياطي بهذه المحكمة، حيث أن عددهم لا يتجاوز حاليا 967 معتقل، أي نسبة 30% من مجموع الساكنة السجنية. أصالة عن نفسي ونيابة عن قضاة وخطوط وموظف النيابة العامة للدائرة القضائية لهذه المحكمة، أجدد الترحيب بكم جميعا بهذه الجلسة الرسمية التي نعقدها اليوم تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي أذن فيه جلالة الملك أمير المؤمنين للهيئة القضائية بافتتاح السنة القضائية 2023. هذه المناسبة التي ترمز في دلالتها إلى تعيين استقلال القضاء وترسيخ تقاليده العريقة بهدف تقوية مؤسسات الدولة وإحصاء مجتمع يتمتع فيه المواطن بالأمن والحرية والمساواة، كما ترمز في ذكرها إلى شحن الهيمنة وتجنيد الطاقات وهي بناء دولة ديمقراطية يصونها الحق والقانون. الحضور الكريم، باسم جلالة الملك بناء الأمير المولوي السامي أعلن افتتاح السنة القضائية 2023، ونسأل الله أن يجعل هذا الافتتاح فتحا مباركا وأن يمير بصيرتنا لمعرفة الحق والعمل به، ويحيي قلوبنا في نور الحكمة والهدى، وأن يوفقنا في عملنا، وأن يكيد مجهوداتنا بالتوفيق والنجاح حتى نكون عند حسن ظن القاري الأول جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه وأبقاه ذخرا وملاذا لبلدنا، وأن يقر عينه بسمو الأمير ولي العهد مولاي الحسن ويشد أسره بسمو الأمير الرشيد، وأن يحفظ سائر أفراد أسر الملكية الشريفة إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة الجدية يقول عز وجل في كتابه العزيز: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. أدعو الحضور الكريم من شأننا حضور حفل الشيخ.